تحياتي للجميع. اليوم بدي احكي بس عن شغله اسمها نشأة العلوم الزبلية. الزبلية يعني بالنسبة لي اتوقع الاسم شوي خط شوكي، بس هو في الفعل نشأة العلوم الزبلية هاي، يعني العلوم اللي ما لها اي قيمة نهائيا لكن الناس بتحب تحكي فيها وتخترعها وتألفها وتنشرها وتعمل من وراها فيديوهات، اشياء عجيبة. اخص بالذكر من هذه العلوم الزبلية جماعة الارض المسطحة اللي عندهم قدرة عجيبة جدا على انهم يألفوا اشياء ويصدقوها ويتوقعوا انهم يحكوا علم. بعدين بضم لهم جماعة اللي انت مش محتاج لواحد معاه دكتوراه علشان يفهمها، تفهم الشغلة. الموضوع هذا مش محتاج لواحد حتى يعني معاه شهادات علشان يحل المشكلة. فلان الفلاني مش مهم اصلا، لانه يعني احنا ممكن نفكر في الموضوع لحالنا. احنا واحدة من اهم المشاكل الموجودة عندنا في بلادنا هي عدم وضع الرجل المناسب او الشخص المناسب في المكان المناسب. مثلا احنا في الامثال الشعبية بنقول اعطي الخبز لخبازه. ليش تعطي الخبز لخبازه؟ لانه الخباز محترف، شغلته الخبز، هو بيعرف كيف يخبز، بيعرف كيف يحل مشكلة عملية الخبيز هاي، لانه مش جديد على الصنعة. الاشياء اللي بيعملها مبنية على سنوات من الخبرة والتجارب السابقة وكثير اشياء علم. في ناس تعلمت كيف تخبز عن مثلا ابا عن جد، وارثوها في العالم. صعب كتير انك تيجي تحكي والله اي واحد ممكن يتنافس معه، لكن هل يمكن لبعض الناس انهم يتنافسوا معه؟ نعم صحيح، ممكن. ممكن واحد يروح يكتسب الخبرات هاي ويتعلمها من الاماكن الصحيحة ويكون ناجح جدا في منافسة الخباز في الخبز. لكن من مليون شخص كم شخص بامكانهم انهم يعملوا هاي العملية؟ إذا قلت مليون راح تكون غلطان، وإذا قلت نص مليون برضو احتمال تكون كبير أنك تكون غلطان. يعني في نسبة محددة. طبعا إحنا عملية الخبز مش عملية صعود للقمر مثلا، ولا عملية ولا هذيك العملية المعقدة، لكن فيها علم. يعني هي عملية الخبز عملية علمية، وتكون فاهم أنت شو لازم تعمل وكيف الخبز بده، المراحل اللي بنمر فيها علشان أنت تقدر تحول الطحين والمي وهاي الأشياء إلى شيء قابل للأكل ما بمر. طيب إحنا يعني هاي بعتبرها أنا بس مدخل للموضوع الأساسي اللي هو نشأة العلوم الزبلية، اللي هي ناس كتير حاليا عم تسترزق منها، وبالأخص جماعة الأرض المسطحة، يعني اللي هذول ساقطين من الزمن، ساقطين من التاريخ، ساقطين من حق من حق من من المسيرة البشرية والإنسانية. خلص يعني في ناس مصرة إلى إنها تكون جزء من منسي من الحضارة، صفحة سوداء في تاريخ البشرية، وجماعة الأرض المسطحة هذول منهم. راح أعطي كمان تفاصيل إن شاء الله بالفيديو الجاي، بس أنا وصلت لازم أطلع عشان عندي شغل كتير. تحياتي للجميع، أشوفكم بالفيديو الجاي.